صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى امر ملكي رقم 45 لسنة 2018 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور غير عادي اعتبارا من يوم الاحد الموافق السابع من اكتوبر 2018 وذلك للنظر في بعض الامور العالقة والتي ستدرج على جدول اعمال مجلسي الشورى والنواب لاتخاذ ما يلزم بشأن اضافه الى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفه الاستعجال لاتخاذ القرارات المناسبه التي تتطلبها المرحله القادمه والتي لا تحتمل التاخير